السلام عليكم ورحمة الله. قال هادي ما عدتش عن مسكينة، يبغى أرميها خلاص. أنا طبعا ما أرمي، قلنا نشوف إيش هرجتها. فالله فكفكتها وهذا، وجاتني فكرة، في عندي من هذه الحاجات اللي تمسك البطاريات دي من ألعاب، من يمكن لها عندي 20 سنة ولا الله أعلم. عموما لقيت لي واحدة ممتازة. شوفوا كيف شايف كيف ركبت هذه محلها. كان في البطارية دي اللي إيش ما عادت تشحن، أظنها هنا. أشوف كده، لا والله هذه البطاريات يعني هي لو نغير دي خلاص كله تمام، بس ما في منها في السوق هذه البطاريات. شايف عموما حطينا دي والحمد لله آخر حلاوة تشتغل. عالي واطي وما يحتاج. دحين نحط هذا غطاها ونستعملها. وبعدين هذا لد، هذا لد يعني ياخذ مدة لين تفضى الحجار. يعني ما تمام. يلا مع السلامة.